60. طبعا هذا البروبلم بنحل بطاقتين، مشان يعني نثبت نثبت انه القانونين بحلوا نفس السؤال عادي. حكى لي spring is used to stop 90 كيلوغرام بوينت سبعة، 199.7 كيلوغرام. which is moving down، moving down 23 درجة، ما ليش بثلاثة. the spring has constant k، k بساوي 22000. 22000 is held by cable، كيبل حكينا زي هيك، هذا الزمرك اللي زي هيك زي الاكزامبل، يعني في له ماكسيمم ديفليكشن انتشنال او انيشال كومبريشن. انيشال كومبريشن 0.15 متر. نوينج ذات ذا فيلوسيتي، حكى لي في انيشال 2.4 والمسافه اللي مشاها 7.6، هاي بس المسافه بين الزمرك والجسم. حكى لي اتجاه الفريكشن، وحكى لي اوجد الماكسيمم اديشنال ديفورميشن. طيب شو بدنا نعمل هسه؟ طالب مني ماكسيمم اديشنال ديفليكشن، يعني تي 2 0، معروف هالشيء. حكى لي الجهه اللي فريكشن، الجهه اللي فريكشن فش قوه خارجيه، يا بحله على تي 1 بلس في 1 بيساوي تي 2 بلس في 2 او القانون الاصلي. انا بدي احل لكم اياه على القانون الاولاني اللي هو تي 1 بلس يو 1 2 بيساوي تي 2. هاي صفر، تي 1 نص في 90.7 في تربيع اللي هي 2.4 تربيع، زائد هسه اتجاه حركة الاتيحات مركبة الوزن، مركبة الوزن راح تكون هيك وهيك لانه السطح مايل لليمين، فالوزن لليمين يكون ام جي ساي 20 في كم؟ في المسافة. الوضع كيف بيمشي؟ الوضع بيمشي 7.6 زائد الديفليكشن، زائد الديفليكشن الماكسيمم، يعني راح ينزل هيك 7.6 ويمشي كمان مسافة مجهولة اللي بده اياها. بعدين ايش الزنبرك؟ حكينا ان الزنبرك ثابت له ناقص تكامل من الانيشال للاديشنال. الاديشنال كم مطلوب؟ بس هو اسمه اديشنال يعني زائد الانيشال، يعني بالاكزامبل كان هون 0.2 والاديشنال 40، حكينا انه 0.6 ما حكينا انه 0.4، فانتبه على هاي، هاي بتخرب السؤال. فلازم اكس زائد 0.5 اللي هي الانيشال زائد الاديشنال بيعطيني الماكسيمم ديفليكشن، وضعه النهائي ايش؟ كي اكس تربيع، اي كي اكس قصدي، بس يساوي ايش؟ صفر. حلها على الحاسبة، انا قبل شوي حليتها، طلع شي تعالي ورقة، حطيتها انا على جنب 0.366، على الي حاسبة، حلها على الي حاسبة يطلع معك 0.366. هاي ايش اذا بتحله على تي 1 بلس يو 1 بيساوي تي 2، لو بدي احله على حل الكتاب اللي هو هاي، باخذ الاوريجن حسب ما هو ماخذ وهو الاسهل، باخذ الاوريجن، الاوريجن هون هون المكان ما الماوس موجوده، هون الاوريجن مسافه افقيه وعموديه زي هيك. فهسه شو المسافه اللي بده يمشيها الزنبرك؟ تمشي المسافه الافقيه اللي هي هاي 7.6 كوساين، هيا هون حكى لي تي 1، هاي القانون الجرافيتي بيمشي 200 اللي هو وزنه في المسافة هاي ناقص اكس، لانه البلوكة راح تمشي هيك 7.6 ويزيد عليها اكس، فاحنا لما حطينا الاوريجن هون راح ننقص اكس. طيب زائد قوة الزنبرك الانيشيالي معروفة، هو هاي بالفيت الوحدات. هسا في 2 للجرافيتي لما وصل عندها صفر، بضل الالاستيك، الالاستيك بده يكون الانيشال زائد الاديشنال زي ما عملت بالهاي، عوضهم بالمعادله طلع معها حلين وخلصت وراحت. يعني الفكره انه بنحل بطريقتين وما فيش اي مشاكل، هي كانت بس تحديد الاوريجن. هيها بمشي المسافه على الواي مش على الاكس، احنا حكينا راح يمشي على الواي، بتمشي 7.6 في ساين ناقص الاكس لانه انا حاطط الاوريجن هون. بس بعرفش اذا فهمت تبعت تي 1 بلس في 1، بس عادي انت دائما الاسئله زي هيك حاول حلها على اليو 1 2 افضل، مع انه حتى لو فيش فريكشن. اصلا حل 66 و67 على جانب امتحان السكند اسبح لهم.